توا كالعادة نصائح تخص الطريق وتخص سلامتكم. الناس الكل مع حنان تميمي باحثة في الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وتسويت في طريق السلامة. طريق السلامة. طريق السلامة. صباح النور حنان. صباح الخير. صباح النور والفل والياسمين مستمعينا ومستعملي الطريق. يعيشك، مرحبا بك معنا حنين. ومرة أخرى ديما نقول لك ميرسي على النصائح اللي قاعدة تقدم فيهم واللي متنجم كان تنفع مستعملي الطريق. دونك اليوم باش نحكيو على حاجة تريز امبورطونت، باش نحكيو على حزام الأمان والمنافع متاعو للسائق وللي راكبين زادة في الكرهبة الكل. حنينة أي احنا اليوم باش ننصح مستمعينا الاعزاء ومستعملين الطريق من سواق ومرافقين، معناها في خصوص حمايتهم داخل السياره. احنا كي نقولوا حزام الامان، ديما كجمعيه تونسيه لوقايه من حفظ الطرقات دورنا ان نحاولوا نوفروا وننصحوا بوجود فضاء مروري امن. راه الفضاء المروري الامن مش كان في مش البرة من الكياس ولا في الكياس في التروتوار، لا حتى في داخل سيارتك في حد ذاتها. اش باش ننصح اليوم؟ ننصح اللي مستعملي السياره الكل، مانيش باش نقول السائق، باستعمال حزام الامان. شنو هو سانتور دو سيكوريتي؟ شنو المنافع نتاعو وعلاش وكيفاش باش يحمينا؟ هو ينقص من خطوره معناتها نتائج ارتكاب الحادث لا قدر الله. في صوره حصول حادث راهو حزام الامان هذاك باش يحميك بدرجه اولى. كيفاش؟ باش يمنع الارتطام، معناها الشاك مع الزجاج الامامي، هذا بالنسبه للسائق والمرافق اللي بجنبه. كي يحطوا حزام الامان السانتور نتاعهم وقت اللي تصير شاك مع السياره سواء مع كهرباء اخرى ولا اي نوع من الارتطام، مباشره يحميك يحمي الحزام وما يخليش الشخص يرتطم باللور الامامي. فوالا، ونحن كنا حتى سمعنا يعني في الموضوع هذايا مالوغوزمون معناها العديد من الوفيات صارت جراء معناها حزام الامان يبدا اذا كان يبدا مش لابسها ولا قدر الله صار حادث مع الشوك اللي حكيت عليها انت حنين، تكون فما خسائر بشريه، لكن كي يبدا فما حزام الامان اوموا ينجم يحميك لو ماكسيموم. يحمي صحيح، ويمنع حاجه اخرى حزام الامان من انه سواء السائق ولا المرافق ولا حتى اللي راكبين من تالي انه يخرج من خارج السياره. معناها نقولوا احنا بلغتنا العاميه وقت اللي يصير معناها يصير الاكسيدون، حزام الامان ما يخليش يتنطر من قوه الشاك من الشباك، خاطر ساعات يكون الشباك محلول. هوني عندي حاجتين يمنع منهم، يمنع باش يرتطم حتى مع الشباك اللي بجنبه، ويمنع كيف كيف انه باش من قوه ساعات الشوك لكن العبد يتنصر كومبليتمون من الكهرباء ويخرج من الشباك، وبالتالي ساعات تصير له ارتطام مع صخره مع حجره مع تروتوار مع حاجه لبرا، تولي اكثر النتائج نتاعها وخيمه اكثر، تولي خسائر اكثر. هي حاجاتك اللي احنا ديما نقولوا ها وعلاش يمنع كيف يحمي حزام الامان. ونقول المراه الحامل لي فام انسانت يحمي الصغار من قوة الارتطام وقوة الضرب، خاطر المرأة الحامل مباشرة كرشها وصغيرها اللي في كرشها يكون مباشرة عرضة مباشرة للحادث، عرضة مباشرة لأي ارتطام. حتى كي تحط السانتور وتحاول كيفاش تحطه تحاول هي تنقص من قوة وحدة الارتطام على الكرشة. باش نأكد على حاجة انه فعالية الايرباك، ساعات تقول يا انا كرهبتي فيها ايرباك، معناها حتى كان ما حكيتش سانتور دو سيكوريتي ما لبستش حزام الامان او ما يقلقش. لا، نعلم السادة المستمعين في الدقه هذه، راهو الايرباك ما تكون فعاله كان ما يكون السائق او الراكب اللي بجنبه حاطط حزام الامان. هذه معلومه برشا ناس تجهلها، يقول لك لا راني انا سي بون عندي الايرباك في الكرهبه بيان كيبي كرهبتي ما فما حتى مشكل. لا يا سيدي، فما مشكل، يلزم ديما حزام الامان باش الايرباك يكون فعال. داكوغ، اذا كان ما حطيتش حزام الامان معناها الايرباك ما يكونش فعال. هوني ما يكونش فعال باش نبدا واضحين، نقولوا احنا هاك الوفاده هذيك ما عندها ما عملت راه سي سور، وتاكدوا راهي ما عندها حتى قيمه. قد ما تكون انت ديما حزام الامان حتى كي تخرج ديما نقول لها محك الارباك اللي سيده هذيك ببساطه تكون فعاله بدرجه 100% وتخلي حتى البدن يبدا رايح قد
تخاف ما كل الكسرة، حتى لو كان واحد مرتطمش تخاف تكسيرها في العمود الفقري ولا في الرأس ولا في في أي، حتى كي تعوج البدن تتعوج الرقبة تصير فيها مشكل. هاو نعطي فيك في حاجات معناها بسيطة. حاجة أخرى نحب نأكد عليها ولاحظتها وليت ظاهرة نشوفوا فيها يومين وظاهرة سيئة برشا برشا برشا. احنا نورمالمون القانون شي يقول يركب السائق من قدام جنبه مرافق يكون يفوت ل 12 سنة والصغار يركبوا من تالي ويتحط لهم زادة حزام الأمان. توا شوينا نشوفوا لأمل في حاجة خطيرة وظاهرة غريبة، الصغار يتحطوا من قدام وهما اللي يبداو شادين الفولون اللي يسوق شادد الفولون قاعد صغير وفي حجره. شوفوها برشا بالحق، شوفوها برشا الظاهرة هذي ظاهرة كبيرة، ويبدا يتباهى ويبدا يتفخر ويبدا يغزر باللي يشوفوني راني نسوق بيد واحدة وعندي بيبي نزيد نخليه هكا يلعب بالفولون ويبربش وشيخ. معناها انت صغيرك شيخ ويضحك ويلعب وانت مقابل هذاك عرضة باش ترتكب حادث مرور خطير عليك وعلى صغيرك وعلى ناس اخرين، شنو ذنبه اللي في السيسات اخر؟ انت لا قدر الله تصير اي حاجة معناها بغرك خاطر لابد انك تسوق تكون في حالة انتباه قصوى، تغذر يمين ويسار وزوز يدين وتغذر ويا ربي تسلم. فما بالك تصير لك حاجة مباغتة، حاجة فجأية، كيفاش باش تعدي في تاس، كيفاش باش تشد فراغ، كيفاش باش تتحكم في 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 وسيلتك والحال انت شادد بيبي يعني حتى حياته وحياه الصغير وفي خطر هوني. فوالا هذه راهي ظاهره خطيره خطيره، وراهو راكم تفقدوا في ناس وتفقدوا في عزيز عليكم وتفقدوا في رواحكم مجرد انك باش تتباهى وتعرف تسوق. يا سيدي نعرفوك تسوق ونعرفوك يا لله تعرف تسوق بالباهي، اما ماذا بينا انه صغير راهو بلاصتو الاساسيه تكون راكب من تالي، كي هو يقول لك عندك هاك المقاعد الخاصه اللي تتشري للصغار ويلزم عندهم سياجوتو والسياجوتو من تالي يتحط بالكدا وفي سانتور دو سيكوريتي، وكي تبدا مراه ولا راجل يسوق وما ينجمش يتلهى بصغير راكب من المقاعد الخلفيه يحطه بجنب ويحطه بطريقه معكوسه. علاش بالطريقه المعكوسه؟ بدو تيل فاسون هو يبدا يغذر لصغيره، ووقت اللي يصير لا قدر الله ارتطام ولا اي حاجه ما يتنطرش الصغير مباشره. هو ديجا كي تقرا على جنب فك اللي سياجوتو تلقى طريقه كيفاش تحط بها مقعد الصغير وتحط الحزام الامان معاه. فوالا معناها لازمنا كي نحطوا بطريقه صحيحه كما قلنا باش نحافظوا على رواحنا وباش نحافظوا زيدا على حياه صغارنا. هو يمكن اللي يسوق يقول لك ليه عادي ما فيها حتى شيء، لكن بالحق معناها هوني فما خطر كبير ولازمنا نكونوا واعيين بالخطر هذايا. دونك النصائح هذه الكل ماذا بينا الناس الكل معناها البراتيك النصائح هذايا علاش خاطرها ياسر مهمه. انا مانيش نلعبوا يا امل والله، لان نقولوا في حاجات نقراو فيهم في كتب لا سي با فري، هذوما يوميا حوادث مرور نشاهدوها. احنا عملنا ميداني الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات، نعاينوا في الحوادث وفي اسبابها وبالتالي نقولوا ها ونحطوا صبعنا على حاشيك نقولوا هذا الداء. هاو كيفاش نتفاداوه؟ ما قلنا علاش حزام الامان كان ما عملنا ستاتيك كامله شنو الحوادث والفواجع والخسائر اللي تنجر على سوء استعمال الحزام الامان او عدم استعماله، والا سوء معناها كيفاش نحطوا صغار تركب في الكرهبه. بالتالي هذوما الحوادث قداش نتائج نتاعها وخيمه جدا، علاش احنا نقولوا كلامنا يكون قاسي شويه، مي راني ديما نقول ماهيش موجات سلبيه اما قد ما تكون نصائحنا انتوما بيتكم ان شاء الله تكونوا في 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 حفظ ربي وتحاولوا بيتكم تحميوا رواحكم وصغاركم وتحميوا جميع مستعملي الطريق معكم. فوالا يعطيك الصحة حنان، ميرسي بوكو على النصائح اللي قدمتها لنا لليوم. بيان سور ان شاء الله يا ربي الناس الكل تتبع النصائح هذيا باش تنقص حوادث الطرقات. كانت هذه طريق السلامة. طريق السلامة.